معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وبقول إن وجود معاليه يعني كعالم وكإنسان مسؤول له دور هام جدا، لأنه بيمثل يعني طريقة في العمل، سواء العمل العلمي أو العمل المجتمعي، تتميز بالجودة والإتقان في العمل. فبقول لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، أنت فعلا بتطبق إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وده نوع من إتقان العمل اللي حث عليه ديننا الإسلامي وحث عليه أيضا كل الأديان.